رأي الكابتن الكبير كابتن زكي عبد الفتاح عن مشوار أمريكا ومباراة اليوم النهاردة. كابتن زكي عبد الفتاح من الولايات المتحدة الأمريكية. كابتن زكي وحشني جدا، أخبارك إيه؟ أهلا يا كريم، وحشني، وكل سنة وأنت طيب، وعقبال 100 سنة إن شاء الله. يا حبيبي وأنت طيب وبخير ودايما معايدات فوق الراس. أخبارك الله إيه؟ يخليك يا حبيبي. كله بخير؟ تمام الحمد لله. ديسابوينت يعني النهاردة النتيجة مش، ولا أداء ما كانش كويس، كنت متوقع أحسن من كده. بس كنت متوقع، بس كنت متوقع المنتخب الامريكي يوصل لابعد من كده قدام منتخب زي المنتخب الهولندي. اتصورت انه ده اقصى ما يقدر يقدمه المنتخب الامريكي بالفريق الحالي اللي هو يبدو وكانه مشروع للمستقبل. طبعا طبعا، هو من مبني 2026. انت تبص، لو انت الاعمار اللعيبه عندنا ما فيش الا اتنين كبار بس 30 سنه، وغير كده كله حتى الدكه كلهم صغار، 22 سنه 21 سنه، وبعدين بيلعبوا في انديه كبيره جدا. يعني خد بص، انا بعتقد ان خط الوسط يعني ادم بيلعب في ليدز يونايتد في انجلترا، ماكين بيلعب في يوفنتوس، عندك موسى بيلعب في فالنسيا، الثلاثة والثلاثة عندهم 20 سنة، 21 سنة. يعني وعندك مات تيرنر ده بيلعب في أرسنال الجون، عنده 22 سنة. كلهم فرق صغيرة، ويا 21 سنة. بيتعدوا على أساس إنه سنة 26، بس كنت أنا أتوقع بعد 3 ماتشات الأولانيين دولت إنه يكونوا يؤدوا أداء أكتر من كده. أنا ليا يعني، تعرف أنا ما بحبش أتكلم في مدربين كده، بس انا طبعا جريج صاحبي المدرب الامريكي، بس كنت اتمنى اللي تعرف الثلاثه اللي في نص الملعب، لو هنتكلم كره، اللي هويا و ام سوري موسى وماكين وادم، الثلاثه سيميلر بيلعبوا زي بعض، ثلاثه ممكن يلعبوا سته، صح. فعشان كده كنا الالتحامات والبتاع كويس، بس الكوره ما كانش زي يعني زي ديانج ست. لكن هو ديانج في هولندا كان ماسك الريزم بتاع الماتش وبينقل الكور وبينقل، انت فاهم قصدي؟ فدي اللي كانت ناقصانا شويه. وبعدين بتيجي بتبص يا كريم، الخبره اهم من اي حاجه. صح. الخبره طبعا مع الشباب دي موجود. يعني انا في 2009 مثلا كان عندنا فرق كلها صغيره، وفي كاس القارات، فاكر انت نهائي طبعا. كاس العالم القارات اجانس ضد البرازيل، انا ببص فرقتي كان كلهم 25 24 22 سنه، ما فيش حد فيهم في الفريق الامريكي لعب بطوله عالميه. وبص الناحيه الثانيه، ناحيه البرازيل، ال 11 لعيب اللي لعب نهائي شامبيون ليج، اللي لعب نهائي كاس عالم، اللي لعب، فالخبرات بتفرق في الماتشات دي، الخبرات بتفرق خاصه الادوار اللي هي الاقصائيه. فانا شايف النهارده قله الخبرات هي اللي فرقت. منتخب هولندا طبعا كان اندر ريدنج ال 3 ماتشات الاولانيين، رغم ان انا كنت متابعه قبل وعارف ان هو فرقه كويسه. انا في الترشيحات يعني، انا لو تبص في الترشيحات انا خدت هولندا تطلع فوق امريكا، بس كنت اتمنى الاداء احسن، اداء صحيح. الكوره مش بس العافيه واللياقه والكلام ده، كوره، كان نفسي نأدي اداء احسن شويه. صحيح. بس احضروا امريكا سنه 26، ده بيتعدي 26 يبقى في دول 4 صح، ان شاء الله، وخاصه واضح هي جدا. تعمل في امريكا هنا. بشكل عام بقى، رأيك في البطولة دي، بطولة المفاجآت الكبيرة، في رأيك بطولة كبيرة وممتعة ولا شايفها ازاي؟ طبعا طبعا، دلوقتي هتغير فريق العالم، طمع اي حد في اي حد صح دلوقتي. صح يعني خلاص، اللي مش ماتش مثلا، كل بطوله بنلاقي فرقه صغيره تكسب فرقه كبيره. النهارده كان فرقه تونس تكسب فرنسا، الكاميرون تكسب البرازيل، تونس يعني النتائج، السعوديه تكسب الارجنتين، مش فرقه واحده، لكن دلوقتي بيطمع، فالخريطه تتغير. الخوف بتاع الفرق اللي هي من الفرق اللي هي مش عايز اقول صغيره واقلل منها، لا، اللي هي اللي مش اللي تاريخها متعوده أقل، على تلعب في ماتشات كتير، اللي تاريخها أقل. التاريخ قال لما تلعب باي حد دلوقتي خلاص، اذا حصلت قبل كده وفي كاس عالم ما تخسرش تاني ليه؟ صح. فهتجرأ الناس دي وتطمع الناس دي، فطبعا هنشوف احسن واحسن. بس انا من رايي الشخصي ده يعني الادوار التمهيديه والمجموعات مختلفه خالص. يعني شفنا النهارده الماتشين، النهارده ازاي حرص الفرقتين، صح. يعني الارجنتين بتجيب جون والتاني من غلطه بتقفل وعايز تطلع على الماتش كده، بيبقى مور تاكتيك اكتر من انها بقى ايه، ان ممكن تعوض، لانك بتلعب في دوري المجموعات ممكن تعوض، ممكن مثلا، انما ده ما فيش، فتلاقي حرص اكتر، مش هتلاقي الكوره اللي هي موجوده المجنونه اللي هي في دوري المجموعات، بس هتلاقي مور تاكتيك اكتر وحرص اكتر، لان الكوره البوزيشن واحد بيفرق، الكوره بتفرق، كوره واحده دقيقه بتفرق، بتغير ريزم الماتش، صح، فهتلاقي حرص اكتر. بس انا شايف كاس عالم لحد ممتع. دلوقتي ممتاز طيب وحلو
وممتع للجماهير وللنقاد ولكل الناس. طيب كابتن وده زكي، اعتقد برضه اتفضل اتفضل يا كابتن، هيكون كده. اتفضل يا كابتن. لا اعتقد ان هيكون اخر كاس عالم ممتع بالطريقه دي في المجموعات، لان بعد كده هيبقى 48 فرقه، هيبقى صعب صعب، هيبقى بقى يعني فرق مثلا هتلاقي البرازيل بتلاعب مثلا فرق صغيره بس او دول ده صغيره فرصة، او فرق مش كويسه. ده فرصة للمفاجآت أكبر يعني يا كابتن زكي، لعل وعسى. لا لا لا، بس المستوى هيقل، المستوى هيقل بالطبع، المستوى هيبدا المستوى بين دور ال 16 او دور الثمانيه، انما قبل كده كله هيبقى مختلف. طيب كابتن وهنشوف زكي، يعني. كابتن زكي في رأيك مين أفضل حارس في البطولة حتى هذه اللحظة؟ هو يعني انا شايف بصراحه الحارس السعودي اللي يعني مأدي ماتشات كويسه وأدي كويس، ومفاجاه ليا، محمد العويش مفاجاه ليا. طبعا. لسه الحارس دلوقتي، لان من دلوقتي الادوار اللي هي المجموعات مش تفرق، استنى بقى دلوقتي الحارس اللي هو في الادوار دي اللي هيعمل الفرق. وانا هقول لك مين احسن حارس في العالم، يعني احسن حارس في العالم على مدار الثلاث سنين اللي فاتوا طبعا بيكر، ليفربول والبرازيل، ده يعني حارس، أليسون بيكر. بس ما اختبرش في كاس العالم ده. بس من دور 16 بقى هيبدا الحارس اللي بيعمل الصد في الوقت المناسب هو اللي هيفرق، وهو اللي الفرقه اللي تاخد كاس العالم هيكون لها عندها الحارس هو اللي هيعمل الفرق. صح. فانا لسه لحد دلوقتي الحراس في حراس كويسه، في حراس يعني ممتازين، بس الحارس بقى السبيشال اللي يكون اقول له احسن حارس في العالم لسه هيبدا من الادوار دي، طيب، هيبدا الادوار دي اللي من هيعمل الحاجات الفرق. اللي هسألك عليها، وأسألك كمان على حارس مرمى المنتخب المغربي، آخر منتخب عربي في هذه البطولة، المنتخب المغربي رأيك كيف مشواره؟ تتوقع هيوصل لحد فين في مشواره في المونديال؟ ورأيك طبعا عن ياسين بونو حارس مرمى المنتخب المغربي. تمنياتي طبعا المنتخب المغرب أدى أداء كويس جدا، بيلعبوا كرة كويسة، عندهم كل حاجة في الكرة، عندهم كل حاجة، لياقة، تكتيك، مهارات فردية، زياش ممكن اللي زي ميسي في الأرجنتين ممكن يعمل الفرق، بلاي ميكر، عندهم كل حاجة، هي اللي بس يصدقوا نفسهم. هي موضوع بقى موضوع الثقة، إن أنا ممكن، والحمد لله إن حصل قبل كده، إن أنا وحصلت معاهم إن كسبوا بلجيكا، رغم إن بلجيكا مش في أحسن حالات، بس اللي يخليهم يكسبوا بلجيكا ممكن يكسبوا إسبانيا. هتبدأ للتفاصيل الصغيرة اللي في الماتش هي اللي هتفرق. طبعا صحيح. أتمنى المغرب عندها خبرات أعلى من إسبانيا، إسبانيا برضو ولاد صغيرة كتير وأول مرة في كأس عالم، برضو بتفرق. ما سيبك من الدوريات والبرشلونة، كأس عالم بيبقى مختلف خالص. كأس صحيح عالم أنا يعني أنا قبل كده كنت هناك وشايف وعارف إن الماتشات دي بتختلف خالص. صحيح. فأنا شايف فرقة المغرب بيلعبوا في بطولات أوروبا، اللعيبة بيلعبوا كتير في أندية كبيرة، عندهم خبرات، عندهم خبرات كأس عالم، فأنا شايف إن ممكن يصدقوا يكسبوا. هي موضوع تبقى نفسيا، هتصدق إنك أنت تكسب صحيح أو لا، صحيح كابتن إنما زكي. التفاصيل الصغيرة في الماتش هي مهم. اللي هتفرق. طيب كابتن زكي، اخر بالنسبة لبونو، اتفضل. ياسين بونو. أنا شايف إن الحارس الثاني، رغم إن بونو بيلعب في فالنسيا، نادي كبير في اشبيليه. وسيفيا ونادي كبير وكل حاجة، بس أنا شايف إن الحارس الثاني المغربي أعتقد إنه أحسن من بونو. ده رأيي الشخصي، رأيي الشخصي، ما بخش أنا بالأسماء والأندية. أنا لاعب الماتش اللي هو لبونو أي فيه لاعب، وشافته قبل كده برضه في بطولة عربية وكده، حارس هايل. أنا يعني أنا لو أنا ماسك المنتخب أرشحه للمدرب إن هو ممكن يلعبه. ما يلعبش بونو ياسين بونو. زي ده رأيي الشخصي. كابتن زكي، آخر حاجة، لو سألتك تتوقع مين نهائي المونديال، تتوقع مين؟ أتمنى الأرجنتين عشان ميسي. أنا زي ما أنا بقول لك، في حاجتين غيروا العالم كله، إديسون لما غير ودخل الكهرباء غير العالم، ميسي غير العالم كرة. فأنا شايف إن ميسي يبقى أحسن ختام له كأس العالم، فده تتمنيات. أنا شايف فرنسا عشان عندها الخبرات وعندها الإمكانيات إنه ممكن يوصلوا النهائي، وشايف الأرجنتين اللي هتوصل النهائي إن شاء الله، فهيبقى نهائي ما بين فرنسا والأرجنتين، ده توقعي. ان شاء الله. كابتن تمنياتي طبعا تبقى الأرجنتين. زكي عبد الفتاح، انا بشكرك شكرا جزيلا، دايما منور، دايما اراك رائعة جدا، بشكرك شكرا جزيلا.